السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد على قناة افهم كمبيوتر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم على عرض الصور فاستستون، اللي بعتبره أفضل برنامج لعرض الصور إلى التوقيت الحالي في عام 2019. البرنامج رائع جدا جدا جدا، وبيوفر لنا مجموعة كبيرة من المميزات تغنينا عن استعمال برامج بديلة، زي إن احنا ممكن نستخدمه مثلا. أهم مميزاته في تحويل الصور، ضبط الألوان، تفتيح أو تغميق الصورة، حل مشكلة العين الحمراء، إضافة بعض التأثيرات على الصور. هنشوف الحاجات دي مع بعض عشان نعرف ايه هي المميزات الاهم في البرنامج، وطبعا مع استكشاف البرنامج وتصفح مميزاته هنكتشف حاجات اكتر. بداية عشان نحمل البرنامج هنلاقي اللينك ده اسفل الفيديو، هنضغط على فاست ستون ايمج فيو، نضغط داونلود ونحمل النسخة اللي احنا عايزينها من البرنامج. في نسختين انستول على طول، وفي نسخة مضغوطة، وفي نسخة لا تحتاج للتنصيب. انا طبعا حملت النسخة اللي بتحتاج للتنصيب، انا بفضلها اخر اصدار زي ما احنا شايفين بتاريخ 23/1/2019. بنعمل داونلود. انا حملت البرنامج، وادي الايقونة بتاعت ملف التنصيب، وسطبت البرنامج اختصارا للوقت، وطريقة تسطيبه عادية جدا ما فيهاش اي مشاكل، فما بتحتاجش لشرح. هنفتح البرنامج مع بعض ونشوف الواجهة بتاعته. دي الواجهة الرئيسية بتاعت البرنامج زي ما احنا شايفين، قائمة على اليمين وقائمة على الشمال، بتحتوي المسارات بتاعت المجلدات اللي موجودة في الويندوز. لو انا عايز مثلا اعرض مجموعة من الصور، دي مثلا مجلد في مجموعة من الخلفيات، افتح مثلا اي خلفية انا عايزها. ادي مجموعة من الصور. شرح سريع مثلا للبرنامج. عندي هنا الصورة الاولانية، لو انا عايز اعمل استيراد للبرنامج استورد فيه مجموعة من الصور او الفيديوهات. ده لو انا عايز افتح مجلد كامل. السهم ده وده عشان اتحرك يمين وشمال في عرض الصور، زي ما احنا شايفين كده انا بتحرك في اتجاه اليمين، السهم شمال في اتجاه الشمال. ده لو انا عامل زوم ان لصورة، وده زوم اوت تكبير وتصغير. وادي الصور ممكن اقلبها برضو، هنشرح الكلام ده بطريقة تانية. ده لو انا عايز اكبر الصورة بحجم 100% في المربع الموجود قدامي ده. نرجع تاني، اضغط على كلمة بريفيو عشان ارجع العرض. الاختيار ده بيشيل حدة معينة من الصورة. هنا نسبة تكبير او تصغير الصورة في المربع اللي قدامنا، اللي هو اللي في الشاشة دي، اللي هي شاشة بريفيو. طبعا في ناس بتفضل 10%، هي الافتراضي 25%، وممكن انا احط نسبة مش موجودة في القائمة. ان انا لو عايز نسبة 15% عادي بدخلها. اليد دي لو انا عايز اتحكم في الصورة زي اقتصاص او تحديد جزء معين منها. علامة التشغيل دي لو انا عايز اعمل زي سلايد شو لمجموعة من الصور، وبتبدأ الصور تتقلب بشكل اوتوماتيك او عند المقر عليها. الاختيار اللي هو لشكل شجرة ده بيسمح لي ان انا اعمل اعادة تصغير او تكبير للصورة. يعني مثلا انا عندي الصورة هنا حجمها 1920x1440، لو انا ضغطت على اختيار التحجيم اللي هو الريزاير، اعمل هنا مثلا لو عملته 400x300 وهنا بيتغير بشكل تلقائي، وقلت اوكي، هنلاحظ هنا الصورة فعلا في نسخة جديدة بالحجم اللي انا حددته اللي هو 400x300. طبعا لو عايز احفظها بعمل لها سيف اس. الميزة اللي بعد كده، لو انا عايز اعدل في الصورة بضغط على الايقونة اللي شفناها دي، بخش هنا ممكن اعمل اطار، ارسم مربعات، اكتب على الصورة، اتحكم في لون الاطار، يعني مجموعة من الخصائص للتحرير. بعد كده عندي هنا الاضاءة، لو انا عايز افتح اضاءة للصورة او اغمق برضو اقدر اتحكم فيها.
في بعد كده عندي الخاصية دي ان انا اعمل زي انعكاس للصورة، ان انا ادخل صورتين في بعض زي انعكاس. سأنا احدد الاول بالكليك الجزء اللي انا ايه عايز اعمل له انعكاس، يعني ادخل صورتين في بعض. الخيار اللي بعد كده عندي اختيار لو انا عايز اقلب الصورة يمين او شمال 90 درجة، برضك من خلال الاختيار ده انا ممكن اشيل علامة، احدد انا علامة صح عشان الرسالة دي ما تتكررش تاني، والف الصورة في الاتجاه اللي انا عايزه. الاختيار اللي بعد كده لو انا عايز اعرض اكتر من صورة في نفس الشاشة، انا عندي بداية من صورتين لغاية 4 صور اقصى حد العرض الصور، بحددها واضغط على الرمز ده وبلاقي ايه الصور اتعرضت، واقدر برضو اتحكم فيها التكبير والتصغير من خلال الرول البكرة بتاعت الماوس. بعد كده عندي الاختيار ده اللي هو عمل شورت سكرين او سكرين شوت للنافذة اللي قدامي او اي نافذة في الكمبيوتر، زي ما احنا شايفين انا واخد خلفية ممكن اعمل لها سيف از. البرنامج مميزاته كتيرة جدا. بعد كده عندي الاختيار ده لو انا عايز اسحب صورة اسكانر، ده لو انا عايز ابعت صورة او مجموعة من الصور على الايميل. الاختيار ده لو هطبع برنت لصورة معينة، ده اللي هي الاعدادات الخاصة بالبرنامج نفسه. بعد كده عندي دي الاسهم دي لو انا هدخل في فولدر او اطلع منه. دي كده يعني اهم الاعدادات. دلوقتي هشرح لكم بعض ميزات البرنامج اللي احنا بنحتاجها. لو عملنا دبل كليك مثل البرنامج هنا بيعرض لي اسم الصورة وحجم الصورة كام في كام، بالاضافة لحجم الصورة واخدة كام ميجا او كام كيلو، والصورة دي رقمها كام من اجمالي عدد الصور، وهي الصورة دي حجمها كام في المية، يعني هي الصور متصغرة كلها على 53%. تمام. بقدر اقلب الصور عن طريق الضغط على سبيس اللي هي المسطرة او من خلال الرول بتاعت الماوس، ولو ضغطت على اي صورة كليك يمين هيجيب لي مجموعة من الخيارات، في سيف از وفي ريلود لو انا عايز اضيفها خلفية، لان انا دوست كده وقلت سيت از وول بار وضغطت على سيت از وول بار الاقيها اضافت خلفية عندي، الاقيها اضافت خلفية على جهاز الكمبيوتر. لو انا عايز اعدل في الصورة اغير الاتجاهات، لو عندي مشكلة العين الحمراء في صورة اقدر اشيلها، لو عايز اقص جزء في الصورة، لو عايز اكتب عليها، ودي برضو بعض الخصائص اللي خاصة بالالوان اجرب معاكم حالا. ادي قائمة افكت زي ما احنا شايفين اهو، بوردر افكت لو انا عايز اعمل اطار حوالين الصورة وبطرق معينة، واحدد برضو الاطار درجة اللون بتاعته ايه بالظبط زي ما احنا شايفين. لو انا دلوقتي عايز مثلا سمك الاطار ازوده او اقلله زي ما احنا شايفين بتأثيرات متعددة، يعني عايز اتراجع بقول ريست واتراجع عن الاختيار اللي انا حددته وادوس كنسل. عندي بعد كده فريم ماسك لو انا عايز اعمل ماسك لصورة معينة، اجيب صورة تانية علشان الجزء ده يبقى واضح فيها، اهو افكت فريم ماسك، واختار الماسك اللي انا ايه عايزه او الشكل الاطار اللي انا عايزه من مجموعة كبيرة جدا من الاطارات الجاهزة. الاطار اللي يعجبني طبعا بعمل اوكي، واعمل حفظ للصورة سيف او سيف از زي ما انا ايه حابب. عندي بعد كده الووتر مارك لو انا عايز اضيف علامة مائية، يعني مثلا هنا في علامة مائية ايه اللي باسم البرنامج، لو انا عايز استبدلها باي علامة مائية تانية اضغط هنا واحدد العلامة المائية اللي انا عايز احطها، مثلا انا احط لوجو القناة بتاعتنا، ادي اللوجو، اتحدد في درجة شفافية اللوجو من هنا وبعد كده ادوس اوكي، وبرضو زي ما احنا شايفين ادي الصورة وعليها اللوجو، ممكن اعمل لها سيف وممكن اسيبها بدون حفظ زي ما احب. الحاجة التالتة لو انا عايز اخلي الصورة بالالوان الزيتية زي ما احنا شايفين واتحكم في درجة اللون الزيتي، طبعا الجودة بتفرق من صورة لصورة،
ادي صورة تانية نجرب نشتغل عليها خاصية الالوان الزيتية. عندي برضو في لا لو انا عايز اخليها بالرسم الرصاص بالقلم الرصاص، هي برضو كتحكم في الدرجة من شكل لاخر. في برضو عندي لو انا عايز بالوان الزيت تفرق عن اللي فات في بعض الخصائص، لو انا عايز اعمل خاصية العدسة يعني عدسة تبقى في مكان معين او جزء معين من الصورة، بضغط على الجزء اللي انا عايزه واغير شكل العدسة وادوس اوكي. دي كده تعتبر اهم خصائص افكت. بعد كده عندي خاصية كلر الاقي فيها مجموعة من الوظائف شرحناها هنا، وبالاضافة الي في خاصية العين الحمراء في قائمة ايديت. لو انا عندي مثلا صورت صورة بالموبايل والصورة دي العيون طلعت فيها حمراء للإضاءة ومشكلة في الكاميرا، بحدد هنا وأعمل ريموف. هوريكم أنا حالا مثال، أدي مثلا عينة اهيت اللون أحمر. طبعا العين دي أو الصورة دي العين فيها معمولة بالفوتوشوب، فطبعا غير خالص مشكلة الكاميرا اللي بتصور العين حمراء، لكن هجرب معاكم ازاي نعالج المشكلة دي. ادي اهيت، بحدد الجزء اللي فيه اللون الاحمر بالاداة بتاعتي واختار ريموف. زي ما احنا شايفين تم حذف ايه اللون الاحمر. ده كده كان شرح لاهم مميزات البرنامج. زي ما قلت لكم البرنامج بسم الله ما شاء الله جميل جدا وفيه خصائص جميلة جدا جدا. في ميزة برضو كان نسيت اوضحها لكم، وهي ميزة تحويل الامتدادات او الاكستنشن بتاع الصور. لو انا عندي صورة او اكتر وعايز احول الامتداد بتاعها بكل البساطة، بحدد الصور اللي انا محتاج احولها واضغط كليك يمين من نافذة البرنامج واختار تولز ومنها باتش كونفيرت، ودي الصور اللي انا عايز احولها. عايز احول الصور دي جي بي جي، عايز احولها ايه، اختار الاكستنشن اللي انا عايز احوله. مثلا لو انا احولها جي اي اف، وهنا بختار المكان اللي انا احفظ فيه الصور بعد التحويل، اختار الديسكتوب وادوس كونفيرت. البرنامج بيحول الصور بمنتهى السرعة. لو بصينا على الديسكتوب اهو هنلاقي الصور كلها اتحولت واصبح الاكستنشن بتاع جي اي اف. ده كده كان الشرح بمنتهى البساطة. البرنامج فاست ستون ايمج فيو، الاصدار 6/9 بتاريخ 2019 شهر 1/2019. البرنامج مميز وانا بفضله عن كتير جدا من برامج عرض الصور، وخاصة على ويندوز 10، لان برنامج عرض الصور اللي نازل مع ويندوز 10 الى حد ما بيبقى بطيء جدا، يعني مش سريع او مش سلس. وطبعا الى جانب ما فيهوش اي مميزات، الى برنامج ده في مجموعة كبيرة من المميزات في التحكم في الإضاءة، تحويل الصور، قص صورة، إن أنا أعمل قص وتحديد لحجم صورة معينة. يعني في مجموعة من المميزات اللي بصراحة بتغنينا عن برامج كتير، فطبعا يعني يستحق التحميل والاقتناء والتعامل عليه. وفي نهاية الفيديو أتمنى يعني يكون الشرح حقق الغرض منه، ان احنا نوصل معلومة كاملة عن اهم مميزات البرنامج. في نهاية الفيديو ما ننساش عمل سبسكرايب للقناة، زائد لايك وشير للفيديو، وانتظرونا في درس جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.